وعلى هامش فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية، أقيمت الفعالية الخاصة باليوم الوطني لمصر تحت شعار آفاق العلاقات الاقتصادية التجارية والاقتصادية والاستثمارية المصرية الأفريقية. هذا ويهدف المعرض إلى زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة في أفريقيا. معرض IAATF من المعارض الناجحة جدا في مصر. أنا دخلت المعرض ده قبل كده، والحقيقة المعرض بيستقطب دول كتيرة قوي من أفريقيا ومن العالم أيضا، بس أكتر أفريقيا. بيجوا بيكونوا مهتمين قوي قوي، يشوفوا كل حاجة موجودة سواء من بلدنا بتقدمها منتجات مختلفة. أغلب الدول الأفريقية بتكون يعني معتمدة بشكل كبير على إنها تستورد، فده بيدينا احنا فرصة كبيرة كشركات مصرية ان احنا نقدر نقدم منتجاتنا للسوق الافريقي. لقد اتينا من غانا للمشاركة في هذا المعرض، ونحن متخصصون في صناعة منتجات التجميل والعناية بالبشرة، ونعتبر مشاركتنا في هذا المعرض واحدة من افضل الفرص التي اتيحت لنا للتواصل مع عدد كبير من الشركات من مختلف الدول الافريقية، كما استطعنا التعرف على المنافسين لنرى ما وصلوا اليه حتى نطور من صناعتنا. هذا الحدث مهم لنا كشركة متخصصة في مجال التجميل، ومن خلال مشاركتنا في هذا المعرض توفرت لنا فرصة التعاون مع شركات أفريقية أخرى. تقابلنا معهم بفضل معرض التجارة البينية الأفريقية، فاستطعت أن أوسع شبكة علاقاتي وأتطلع لرؤية نتيجة هذا التعاون مع الشركات الأفريقية الأخرى.